سيارات الإطفاء لإخماد النيران. حتى نهار الجمعة يا رشيد، نهار مبارك يا رشيد، يصير فيه هيك في شهر في من أشهر الحرم يا رشيد، شهر جب شهر جب من أشهر الحرم يا رشيد، يصير فيه هيك في الجمعة. احنا ناس حماية مدنيين، احنا هذه حماية مدنيين. جيكم الجمعة انتم شوفكم؟ ايه ماشي الجمعة ولا لا؟ جاي الجمعة ان شاء الله، ماشي صوت الجمعة ان شاء الله. اش خلونا نكتب صلاة الجمعة، صلاة الجمعة يا رب، خش الجمعة ما فيش هيك. يلا غالب يلا غالب، هذا ما يصلي ماشي يصلي صلاة الجمعة مش قادر يصلوها. ربي يحفظ الجميع يا رب يحفظ. وين مشيت الجمعة؟ اليوم جمعة، حتى المدن شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنا خايف على الأجمال هالأولاد هالورود، لكن إحنا عشان ما فيه الكفاية الحفيظ الله، ربي يحفظ البلاد والعباد لا إله إلا الله. تو تبقى الجمعة يا حاج اصلا قريب الجمعة الغالب أهو ماشي الجمعة، هذا ما قدرش مر من بنمشي حتى تجينا شاطي خليجي. لا حول الله يا ربي بارك والله ما لي خير منكم والله. حاج ماشي متحد ماشي أشبع بالله عليك يا ناس أشبع قدامكم. لا إله إلا الله محمد رسول الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحاج هذا ماشي صلاة الجمعة ورقصه قدامه. سكر بالله يا زلمة مش عارف كيف يتسكر. بس حدثت قناة الجماهيرية العظمى، كانت هناك كاشفة هذه الأعمال الإرهابية وأجرت لقاءات مع الجرحى والمصابين بمستشفى الأصابعة، والصورة أبلغ من الكلام. أحد ملابسه أفراد المستشهدين، هذه حماية المدنية. هذه فرملة ده. هذه فرملة. فرملة كيف ولا هذه فرملة. هذا شنو علاقته بالقوات المسلحة ولا علاقته بشيء معينة؟ هذه فرملة. أشلاكته. هاي. أشبه. هذه شلاكته. ليس بحذاء عسكري وكن يا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة أرجع إلى ربك راضية مرضية. الفاتح. وأدى القصف إلى انهيار المباني وإتلاف محتويات هذه المؤسسات التعليمية. وأفاد المصدر بأن من واجبات هذه الإدارات ملاحقة المجرمين والمطلوبين جنائيا الذين يرتكبون جرائم السرقة والسطو والنصب والاحتيال التي تخص المواطنين وإحالتهم إلى المحاكم العامة لمحاسبتهم على ما اقترفوه. وأكد المصدر أن الناتو الصليبي يأخذ بهذا المسلك العدواني منحى جديدا يستهدف نشر الجريمة والانفلات الأمني بين أبناء الشعب الليبي بعد أن قتل أبناءه ودمر بنيته التحتية. وأوضح المصدر بأن هذا القصف أدى إلى حرق ملفات المجرمين وتدمير وتخريب المباني الإدارية واستشهاد وجرح عدد من العاملين والخبراء في الجريمة الجنائية.
يعني من رئيس مو هذا يعني جاي من رئيس من حوالي زوز كيلو ولا 3 كيلو معناه شوف قوه الارهاب نتاعهم قوه الصاروخ يعني. قوه الصاروخ يعني سيارات كيفاش تبعد المسافه استاذي من هنا لغايه المسافه تبعد حوالي كيلو نص لزوز كيلو وكانوا في صغار كانوا يلعبوا هناك المرش كس شوف المرش صار المرش والله عين عمره عامين اقسم بالله ناضت منه ما قاعد تجي هذا حي الزهور هذا حي الزهور في خلف الشارع شقق لمصرف الادخار والاستثمار العقاري ما لهمش علاقة بأحياء عسكرية لنا علاقة بشيء بكل هذا شقق مملوكة لمصرف الادخار والاستثمار العقاري عطينا على شكل قروض الله وعمر وليبيا وبس اليوم 17 بقدس فيها حاجة ولا فيها شيء ولا اليوم 17 6 2011 خشينا يوم الجمعة خشينا يوم الجمعة صح